السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعض كوكلي مشوي. إذا غنحتاجوا لهذه الوصفة كوكلي على حسب العدد، على حسب عدد الأشخاص. أنا عندي هنا 3 ديال لي كوكلي. غنحتاجوا لهاد الكوكلي كماريناد 3 معالق كبار ديال الموتارد، غنحتاجوا معلقة كبيرة ديال الزبدة، ثوم مفروم، هنحتاج كذلك خرقوم بلدي اي كركم، الملح وفلفلة سودانية بودرة. غنرافق انا اليوم هاد الكوكلي بارز سريع في الكوكوط. غنحتاج له زلافة ديال الارز الاصفر، واحد الخيزوية محكوكة اي مبشورة في الجهة الغليظة، وحدة ورق رند، غنحتاج حبة فلفل أخضر مقطعة هكا مربعات، غنحتاج كذلك لبزار والكركم ودامة البنة حسب الذوق اللي حبيته، وغنحتاج القليل من الملح وكذلك زيت المائدة. إذا أول حاجة غادي نعملها هو أنني غادي نرقد هاد الكوكلي. غادي نخلط هاد العناصر مع بعض، الزبدة ولا موتارد والتوابل. غادي نعمل يدي، وغنحاول ندخل هاد الشرمولة او لا ماريناد في الكوكلي. انا الكوكلي حليته من الظهر بالمقص على هاد الشكل. غادي نحاول ندخل فيه هاد لا ماريناد مزيان. كذلك في هذه الجهة اللي ما بين الجلد واللحم ندخلوا فيه هذا الخليط او المزيج ديال الثوم ولا موتارد والزبدة والتوابل. ونحطوها جانبا او نسكتو عليه. الشرمولة نزيدها للكوكلي الأول، نحاول نعمر الجناب مزيان باش منضيعوهاش. هذا هو الكوكلي، غطيته بالفيلم أليمونتيغ وغادي ندخلو للتلاجة. خاصنا نخليوه على الأقل هكا مرقد تقريبا واحد الساعة. إذا نحاولو دابا في هاد المدة أن نحضرو الأرز. إذا باش نحضرو هاد الرز غادي ناخدو الكوكوط. انا وضعت فيها واحد البصله صغيره مشلده وشويه ديال الثوم مفروم، غادي نزيد شويه ديال الزيت ونشعل النار. نزيد شوية ديال الملح وناخد بعين الاعتبار ضامة البنة اللي غادي نزيد من بعد.
هون خلي هاد البصلة تشحر واحد شوية. اذا بعد ما تشحرات البصلة واحد شوية غادي نزيد لها الروز ونحرك باش يتشرب لي الروز هذاك الزيت والنكهه ديال البصله والثوم. خاص الروز يتلبس بالزيت مزيان ويتشحر. كنت كنحسو بالروز بدا تيلصق شويه في القاع صافي نحركوه مزيان ونزيدو الماء. نفس الزلافه اللي عبرت بها الروز غنعبر بها ثلاثه سلايف ديال الماء. نحرك مزيان. في هاد اللحظة نزيد توابل وضامة البنة غنخليه واحد شويه. بمجرد ما يغلي غنزيد هذيك الخيزويا اللي بشرنا مع هذيك الحبه ديال الفلفل الاخضر، وغادي نزيد معاهم واحد المعلقه صغيره ديال معجون الطماطم. انا كنعتذر ما قلتهاش قبيله مع المقادير، اذا نرجعوا بعد قليل. اذا كيف كتلاحظوا طلعت الغليه في الرز، غادي نزيدو الفلفل غنزيد هذيك الخيزويا مع ورقة الرند. وغنزيد معلقة صغيرة ديال معجون الطماطم. نحرك هادشي شوية صافي، وغادي نسقي الكوكوط. نقص العافيه، لا ما غاديش نقص العافيه دابا، نخليها حتى تبدا تصفر الكوكوط، وغادي نقص العافيه لاقصى حد ونخليها 10 دقائق. كي شفتوا الكوكوط دابا بدات كتصفر، غادي نقص البوطه لاقصى حد ونخليها 10 دقائق. ملي تكمل 10 دقائق غادي نطفي عليها البوطه وغنخليها مسدوده، ما نحلش عليها حتى يدفى الروز عاد نحل عليه. كيف كتشوفوا الكوكلي انا عملت فيه واحد الفتحات غير في الصدر كيف هكا. انا سخنت دابا شوية وغادي نبدا نشوي فيه. كيف كتلاحظوا انا عملت الكوكلي كاول مرحلة على جهة الصدر،
غنخليه حتى نحس به دخل معاه شويه طياب، عاد نقلبو على الجهه الاخرى. هذا شكلهم بعد ما تحمر الوجه الاول ديالهم، كيجي شكلهم كيشهي وحتى المذاق غزال. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله يعجبوكم. اذا يلا قلبتهم دابا على الجهه الاخرى، غنخليهم حتى يطيبوا من الجهه الاخرى عاد نقدمهم ان شاء الله. كيف كتشوفوا هذا طبق اليوم ديال الكوكلي بالارز بالطريقه السريعه، اي الارز في الكوكوط. كانت كتجي هذه الوصفه غزاله بزاف، كنتمنى تجربوها، اكيد غدا تعجبكم. وحتى الارز ممكن تحضروه في اخر لحظه، كيجيو الحبات ديالو معزولين وكيجي شارب هذاك القياس ديال الماء، يعني كميه الارز ضعفوا الماء ديالها ثلاثه المرات وتسدوا عليه في الكوكوط، ومن بعد 10 دقائق طفيو عليه الكوكوط وتخليوه، ما تحلوش عليه الكوكوط حتى يدفى عاد تقدموه. بالنسبه للكوكلي هذا هو الشكل النهائي ديالو، اذا كنتمنى تكون وصفه اليوم عجباتكم. الى عجباتكم عملوا جيم الفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء وتابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وما تنسوش تزوروني على الموقع السيت ويب جميله terriblesismagazine.com وعلى صفحه الفيسبوك اللي غتلقاو الروابط ديالهم اسفل الفيديو، وكذلك رابط الوصفه غتلقاوه باللغه العربيه الفصحى اسفل الفيديو. استودعكم الله والى وصفه قادمه باذن الله.